الحقيقة الهيئة ضمن مسؤولياتها الكبيرة، وبعد 17 عاما من العمل الذي صاحبه طبعا الكثير من النجاحات والكثير من الإخفاقات، اليوم نحن في مرحلة تاريخية نعتبرها بانطلاق ومولد يعني نادي الصحفيين السعوديين وأيضا أو الإعلاميين السعوديين وأيضا جائزة الإعلاميين السعوديين، ليس فقط كمسمى، مسمى جميل، ولكنه مرتبط أيضا بواقع المملكة الجديد، المستجدات، التحرك في المملكة العربية السعودية انطلاقا من رؤية 2030 من جهة، وأيضا من اختيار الرياض كعاصمة للإعلام العربي، هذا جانب. الجانب الثاني، الإعلام السعودي يعني يتوسع ويتطور وتكثر قنواته ومنصاته، وبالتالي لابد أن يكون هناك حوافز وتشجيع لهذه المواهب الكبيرة الموجودة في الإعلام السعودي. اليوم فيما يتعلق بالمنتدى سيكون هناك ورش وسيكون هناك ندوات سوف تتحدث عن الإعلام كفرص وكتحديات وما يمكن أن يستفيد منه الإعلام السعودي من خلال هذا الواقع. الحقيقة طبعا المنتدى الإعلام السعودي أنا أعتقد أنه هذه مناسبة مهمة، ويفترض أنه في الرياض العاصمة العربية المهمة والعاصمة الإعلام العربي وكل المؤسسات الإعلامية تنظر للسوق السعودي كأهم سوق إعلامية وإعلانية، فمن الطبيعي أن يكون هناك مؤتمر إعلامي كبير وضخم يتناسب مع حجم السعودية ومكانتها. فإحنا حرصنا أن يكون المنتدى الإعلامي هذا يجمع الإعلاميين سواء من العالم العربي ومن الدول الأجنبية، يجتمعون في الرياض ويتبادلون الآراء والأفكار والطروحات فيما يتعلق بصناعة الإعلام. واخترنا عنوان لهذا المنتدى صناعة الإعلام الفرص والتحديات، لأنه هناك فرص وهناك تحديات تواجه صناعة الإعلام، وإحنا كإعلاميين ندرك أن هذه التغييرات موجودة والتحديات موجودة، لكن حريصين أيضا نحضر التجارب الناجحة نطلع عليها لكي نستفيد من التجارب. أيضا من المهم أن يأتي إعلاميون من كل مكان ليطلعوا أيضا على الواقع السعودي والحقيقة السعودية والمجتمع السعودي، لأنه أحيانا هناك صورة نمطية غير دقيقة تتركب، ليس ربما بناء على معلومة ولكن بناء أحيانا على الغموض. الغموض هذا يجعل تصورات أو تهيؤات تساهم فيها أحيانا وسائل إعلامية ممكن تكون لها أجندة مختلفة، لذلك ما في طريقة أفضل إلا أنك أنت تنفتح للآخر وترحب فيه ويأتون إلى حيث أنت ونتناقش بكل شفافية وطرح. ليس عندنا شيء نخفيه، احنا نعتز بأنفسنا ونعتز بمكتسباتنا، وبالتالي أنا أعتقد الحضور الإعلامي هذا حيكون مناسبة مهمة جدا، لأن العالم يرى السعودية الجديدة، يسمع منا ونسمع منه، لأنه لا سبيل للتطوير والاستفادة والتحسن إلى الأمام إلا بالحوار.